بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في الحلال غنية عن الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واقنعوا بالحلال من الرزق، فإن فيه بركة وخيرا، واتركوا الحرام فإنه شر ونار وآثام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإن من أعظم الحرام وأخبث المكاسب الرشوة، وهي ما يدفعه المراجع للموظف من أجل إنجاز معاملته، سواء كان موظفاً عند الدولة أو عند شركة أو في مستشفى أو في أي مكان عام يحتاجه المسلمون، فإنه يجب على الموظفين فيه والمسؤولين الأمانة في عملهم، فإن العمل الوظيفي أمانة في ذمة الموظف. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن بعض ضعاف الإيمان يستغلون وظائفهم من أجل أخذ الرشا من المراجعين، سواء أخذوها مباشرة أو وكلوا وأوصوا سماسرة يسعون في تحصيلها من المراجعين وهم شركاء معهم فيها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، وفي رواية: ولعن الرائش، وهو الساعي بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. وصف الله اليهود بأنهم يأكلون الرشوة، قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. والسحت هو الحرام ومنه الرشوة، سميت سحتا لأنها لا خير فيها ولا بركة فيها، وإنما هي شر وعار ونار. فالواجب على الموظف أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي عمله على الوجه المطلوب، دون أن يأخذ من المراجعين وأصحاب المعاملات أن يأخذ منهم شيئاً، بل يكتفي براتبه الذي يتقاضاه على وظيفته،
يكتفي بالحلال عن الحرام، سواء سميت رشوة أو سميت هدية أو سميت حقاً من الحقوق أو سميت بأي اسم أو سميت أتعاباً، فإنها رشوة بأي اسم سميت، لأن الأسماء لا تغير الحقائق. فالرشوة خطرها عظيم، لأنها تغير الحقوق، تجعل المحق مبطلا والمبطل محقا، تحرم صاحب الحق من حقه وتعطيه لغيره. يقدم المؤخر ويؤخر المقدم، وتحصل الفوضى في المعاملات، ويحصل الضرر على الناس، وتفقد الأمانة، وتحصل العداوة بين المسلمين. ولا يخفى على الناس، لا يخفى على الناس ما يعمله هؤلاء مهما تستروا، إن هذا لا يخفى. وإن خفي على الناس إنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فعلى المسلم الذي يتولى عملا من أعمال الناس أن يعدل في عمله، وأن ينصف في عمله، وأن لا يتقاضى عليه غير ما رتب له من قبل المسؤولين، ولا يأخذ من الناس شيئا، فإن هذا سحت وحرام وإثم وإجرام. ما فشت الرشوة في مجتمع إلا فشى فيه الفساد، تعطلت المصالح وكثرت المضار، يعلو الفسقة والمجرمون، ويذل أهل الحقوق، ويذل الصالحون الذين لا يدفعون الرشوة. اللعنة في الرشوة لا تقتصر على الآخذ، بل تتناول الدافع وتتناول الواسطة بينهما، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أن الربا لعن فيه صلى الله عليه وسلم أربعة: لعن الآخذ والدافع والكاتب والشاهد. فكذلك الرشوة لعن فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الراشي وهو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي وهو الذي يأخذها، والرائش وهو الساعي والسمسار بينهما. أصبحت مصالح الناس وأعمالهم تباع، الوظائف تباع، لا يحصل أحد على وظيفة إلا برشوة، إلا ما شاء الله، إلا إنسان يهاب أو له مكانة، أما الضعيف المسكين فهذا لا تمشي مصالحه إلا بالرشوة عند الموظفين. فهذا خطر عظيم. أصبح نقل الموظف أو الموظفة أو المدرسة المضطر إلى النقل من مكان إلى مكان أصبح يباع، ولا أحد يحصل على النقل وهو مضطر إليه إلا برشوة محددة: تدفع كذا نحصل لك وظيفة، تدفع كذا ننقلك إلى مكان
معين، حتى وصل الأمر إلى المنح. المنح منح الأراضي التي تصدر من الدولة، إذا صدر الأمر يقول له هؤلاء المجرمون تدفع رشوة إن مشي لك المعاملة ونضعها في أحسن مكان، ما تدفع رشوة فانتظر. وبالتالي قد لا يحصل على شيء أو يحصل على شيء لا ينفع. هذا خطر عظيم، ما فشى في مجتمع من المجتمعات إلا حصل فيه الفساد، تعطلت مصالح المسلمين، ترفع السفهاء والفساق، وذل أهل الحقوق وأهل الصلاح، واستمرأوا الرشوة. أصبحت الآن الرشوة مستساغة، نسهل شيء عندهم، ولا يبالون في دفعها، ولا يبالون في أخذها، ولا يبالون في التوسط فيها بين الراشي والمرتشي. وهذا ظلم وسحت وحرام وشر وإجرام، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير لما فيه من الأضرار وما فيه من الأخطار العظيمة. فإن الإنسان إذا حصل على شيء بسبب الرشوة، قدم على غيره أو أعطي شيئاً وحرم الآخرون وهو لا يستحق هذا الشيء، فهذا غصب وظلم، غصب وظلم وعدوان، لأنه مأخوذ بغير حق. فليتق الله هؤلاء الموظفون، ليتق الله هؤلاء المسؤولون، ليتق الله هؤلاء الأطباء، ليتق الله وكلاء الشركات الذين تبعثهم الشركات في مهام ثم يأخذون الرشوة من الطرف الثاني من أجل أن يسهلوا له مهمته ويشهدوا له بأن عمله صالح وأن ما قام به على الوجه المطلوب وأن وهذا كله كذب لأجل تحصيل الرشوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر خطير تساهل به الناس اليوم وأصبح مستساغاً، وأصبح الناس لا يحصلون على مصالحهم إلا بأن يدفعوا الرشوة، إلا إذا كان لهم شأن أو هم شخصيات، فهؤلاء تمشي أمورهم على المطلوب. وأما الضعفاء والمساكين والمجاهيل فهؤلاء لا تمشي أمورهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تنهى معاملاتهم إلا بثمن باهظ. فاتقوا الله أيها الموظفون، أيها المسؤولون، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مجتمعكم، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين. لا تأخذوا الرشوة فإنها سحت، الله جل وعلا سماها بالسحت، وسميت بالرشوة تشبيها لها بالرشاء الذي يستخرج به الماء من البئر، لأنها مثل الحبل، مثل الرشاء الذي يستخرج به الماء من البئر، فكذلك يستخرج بها ما يريده الراشي من المسؤول، يستخرج بها الراشي ما يريده من المرشي، فهي تشبه الرشا، فلذلك سميت بالرشوة وسميت بالسحت، لأنها تسحت البركة وتسحت الحسنات
بمعنى أنها تهلكها وتفنيها. ما دخلت الرشوة في مال امرئ إلا حل به النقص وحل به الفشل، وحتى لو بقي ماله فإنه مسحوت البركة وإنه جمر من جهنم. وكونه يذهب ويتلف أحسن من كونه يبقى يحمله على ظهره يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واقنعوا بالحلال فإن فيه خيراً وبركة، واتركوا الحرام فإنه شر وعار ونار ومصائب. وإن من أشد المكاسب المحرمة القمار، وهو الميسر الذي جعله الله قريناً للخمر والأنصاب والأزلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار، والقمار هو جميع المغالبات والمسابقات التي يؤخذ عليها جوائز مالية، فإنها هي الميسر، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فلا تؤخذ الجائزة على المسابقة إلا في هذه الثلاث: في نصل وهو الرماية، تعلم الرماية والمسابقة فيها، أو خف وهو ركوب الإبل، المسابقة على الإبل، أو حافر وهو ركوب الخيل والكر والفر، إذا كان القصد من ذلك التدرب على الجهاد في سبيل الله. أما إذا كان القصد من ذلك استعمال الخيل لأجل المال فقط فهذا هو القمار، وهذا هو الميسر. وقد جاء في الحديث أن من الخيل ما يتخذ للقمار، من الخيل ما يتخذ للقمار، فإذا كان يسابق عليها لا لأجل التدرب على الجهاد وإنما من أجل الأخذ المال أو من أجل ما يسمونه الترشيح للجائزة ويأخذ على هذا، هذا هو القمار والميسر، وليس هذا مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكون القمار في المعاملات، فكل معاملة فيها غرر وجهالة ومخاطرة فإنها من الميسر ومن القمار، لأنه يشترط في المعاملات أن تكون خالية من الجهالة ومن الغرر، أن تكون معلومة. فكل معاملة غير معلومة ولا يدرى ما فيها فإنها من القمار ومن الميسر. وكذلك المساهمات في الأسهم التي لا يعرفها الإنسان
ولا يدري بماذا تتعامل ومن الذي يتعامل بها. لا بد إذا ساهم الإنسان في شركة أو في أي شيء أن يعرف هذه الأسهم لماذا تتعامل وما هي فوائدها وأرباحها، هل هي مما أحل الله أو مما حرم الله. إذا كان لا يعرفها فهي من القمار، والقمار يصبح الرجل غنياً في لحظة أو فقيراً في لحظة واحدة بدون حركة وبدون كد ولا كسب، وهو جالس يربح الملايين والمليارات في لحظة أو يخسر الملايين والمليارات وهو جالس في لحظة واحدة. هذا هو القمار، هذا هو الميسر الذي حرمه الله. طلب المال يحتاج إلى كد، يحتاج إلى كسب، ويحتاج إلى معلومية وإحاطة. فإذا كان مجهولاً مغموراً لا يدرى ما هو، ولم يتحرك صاحبه وإنما يبيع ويشتري بالاسم فقط دون أن يستلم أو يسلم شيئاً، وإنما لك مليار عليك مليار خسارة وهو جالس، هذا هو القمار. فاتقوا الله عباد الله واقنعوا بالحلال فإن فيه غنية عن الحرام، وفي الحلال بركة وخير في الدنيا والآخرة ولو كان يسيرا، فإن فيه الخير والبركة. ولا تغرنكم الأموال التي تأتي من الطرق المحرمة ولو كانت كثيرة، فإنها ممحوقة البركة وعذاب على أهلها في الدنيا والآخرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والملحدين والمرتدين والمنافقين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واكفنا شرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.